السلام عليكم، معكم تسنيم فرسخ تخصص كيمياء سنة رابعة. اليوم رايحين نتحدث عن الحوادث المنزلية. طبعا هنا الأهداف اللي رايحين نتعرف عليها اللي هي نشوف أسباب الحوادث المنزلية، أهم مصادر الخطر في المنازل والمخاطر الناجمة عن الحوادث المنزلية والوقاية من الحوادث. طبعا هنا أجروا دراسة على 4000 طفل تعرضوا لحوادث مختلفة. طبعا وجدوا انه يعني اكثر الفئات معرضه لحدوث الحوادث هم الاطفال، واكثر الحوادث اللي بتعرضوا لها هي الحوادث المنزليه. طبعا 42% طلعت النسبه. اسباب الحوادث المنزليه، اول شيء واهم شيء اللي هي اهمال الوالدين. طبعا كثير الوالدين بيهملوا، مثلا بيستخدموا الادوات ما بيرجعوها مكانها، فبيجوا الاطفال من بعديهم بيستخدموها وبتكون مؤذيه لهم. قله الوعي باهميه الاجراءات الوقائيه، عدم ادراك خطوره الحوادث المنزليه، عدم اتباع اجراءات السلام المنزليه، وعدم توعيه الطفل بخطوره الاشياء من حوله، عدم تحديد مكان مناسب للعب الاطفال بالمنزل. بعدها آخر إيش العوامل النفسية، ممكن يكون شجار عائلة يصير فيها أذى، أدوات حادة، أب متسلط أو غائب، أو أم مريضة مثلا مطلقة، فالأولاد يعني ما حدا مسؤول عنهم. العلاقات الاجتماعية اللي بين الأب والأم قد تنعكس الأطفال، يعني المشكلة إحنا ضحايا الأطفال عندنا بشكل عام. هنا كما توضحت الأخت هنا إنه ما انتهت المشكلة إنه طلقها أو طلقته أو ضربته أو ضرب أو يعني انتهت العلاقة بينهم، لا، في عندك اولاد شوارع، يعني حيصيروا ابناء الشوارع. وصارت يعني قضيه، قلت لكم على مستشفى الزكاه واحنا كنا هناك، في الاخر يعني واحد منهم بدناش نحكي يعني شو صار، انحرفوا كلهم. فلا تعني انه الاب ما تحملش، الام ما تحملش، في احد الحوادث المنزليه انه ضيعوا الاطفال، شو ذنبهم؟ اهم مصادر الخطر في المنزل، اول شيء النار والحراره. طبعا مثل افران الغاز والماء المغلي والزيوت الحارة أو المشتعلة، المدافئ وسخانات المياه والأدوية، أغلبها خطرة. مثلا طفل يروح على الصيدلية تكون مثلا قريبة من متناول إيده، فممكن يشرب أي دواء، يتناول أي دواء ممكن كمية كبيرة منه أو تؤدي إلى أنها تؤدي بحياته. لما شرحنا التسمم مش حكينا على الأدوية، من جرعة زائدة من الدواء. طب ليش صار تسمم؟ لأن الدواء مش له، صح ولا؟ فالخطأ إنك بتحطه تحت متناول الأطفال. هاي زي ما شفتوا هون قبل شوي، صور لي قبلها، هيو طفلة قديش عمرها؟ بتتعداش 4-5 سنوات. هاي الدواء قدامها بالصورة هيو، وهي طالت أي دواء، يعني شوف كيف مصبوب. لو شربته كله أهلها بدروش فيها، بلكوها صارت مصفرين أو صارت ميتة لما يصحوا منهم. فأول ذاكرة اللي هو إهمال الأهل، لا يعني الإهمال متعمد، أول نقطة، لا يعني الإهمال متعمد، بس اللا مبالاه واللا مسؤوليه. شو بده يصير؟ خلي، ما هو لا ابن مربى، لا ابنك مش مربى، ابنك انت لا يعني مربى مش مربى، بدوش يستعمل دواء. قلبي حلو بحب الشوكولاته، وبتعرف علب الادويه شوف كلها كيف ملونه مزخرفه، هيك الطفل فكرها ملبس. والمواد الحامضيه والكاويه ممكن تكون حارقه للجلد. طبعا هون بنشوف انها بتحط المواد المنظفات، المواد الحامضيه والكاويه فوق الاكل. مثلا هي قريبه، ممكن لو الطفل جاب كرسي هون طلع على المجله يطولها، فبرضه هذا مكان مش سليم لوضعها. الادوات الحاده، ممكن سكاكين، دبابيس، ابر، مقصات، زجاج مكسور. الكهرباء، مثلا هنا اسلاك مكشوفه، أسلاك سائبة، مولدات والأجهزة الكهربائية. ممكن شو ممكن الكهرباء تأثر الأطفال هنا؟ شو أكثر إشي ممكن؟ شو ممكن يعمل؟ شو مثل بالضبط إيش؟ مثل إيش؟ مثل مسمار، دبوس، تلاقي وين حطوه؟ ببريز الكهرباء، مظبوط. إيش أخرى ممكن تنتج حروق من الكهرباء أو من الحروق في الأطفال بشكل عام؟ سلك مكشوف. سلك مكشوف، مظبوط، واضح؟ الدفايات، بالضبط. هسه الأيام برضو دفايات المكاوي، مثلا الماء، مثل البرك الصغيرة. مثلا هذا سلوك صحيح، انها قاعدة عند حد بنتها وهي في المسبح. مثلا هذا تصرف خاطئ، ممكن انه
يعني يسحب الشرشف، فبالتالي راح تنكب عليه وينحرق من المادة السخنة. حتى هون إذا بتلاحظ يعني ما تركن إنه هذا الحوض صغير والطفل بصيروش، وكم حالة وحالة صارت نتيجة الغرق في البانيو من الأطفال أو بالك سباح اللي بيجيب لهم إياهم صغار، بتلهي عنه طفل زحلق خلص إذا شرب شوي ما صار خابط فبتنتهي عنده بالغرق. والزوايا الحادة مثلا في الأدراج، أكياس النايلون خاصة للأطفال لما يلعبوا مثلا، ممكن واحد يحط كيس نايلون براسه مثلا ينخنق، أو يحط براس أخوه يخنقه. صارت قضايا كثير برضه، أكياسهم بتخبوا فيه وبيلعبوا فيه. مثلا الدرج ممكن يسقط عنه يوقع عنه، السلالم، ألعاب الأطفال مثلا تكون حادة، تكون مثلا قطع صغيرة يبلعها. الخرز، مسدسات الخرز مظبوط ولا؟ كم واحد فقد عينه بسبب مسدسات الخرز من الأطفال، أو الألعاب النارية بتروح أصابعهم الأطفال صح؟ ممكن أعواد الثقاب يكونوا يلعبوا فيها. الكبريتي عنده طالها، يا بحرق حاله يا بحرق المطبخ يا بتلاقي سبب أي حريق آخر. والأجهزة الكهربائية مثلا كالغسالات، طبعا الغسالة تشتغل على الكهرباء وفيها مي، فممكن إنه المي موصل للكهرباء ممكن إنه ينصعق منها. تم محضرة بالإحدى المخابز هون من 7-8 سنين، العجاني ابنه ما رايح مع المخبز وقع بالعجاني ما صحي عليه لهوك وشو بعيش كيف عايش. الحوادث المنزلية وطرق الوقاية منها، يعني الأشياء اللي بتصير في المنازل، حوادث الغاز، حوادث الزيوت المشتعلة، اللعب بأعواد الثقاب ومفاتيح الغاز، حوادث الأدوات الحادة، حوادث السقوط، التسمم مثلا بالأغذية، بالمبيدات والمنظفات، بالأدوية، حوادث التدخين، حوادث الكهرباء وحوادث التدفئة، وحوادث سخانات المياه. طبعا بالتفصيل رح نيجي لكل واحدة. حوادث الغاز في البداية، يعني أكثر شيء الإهمال بإسطوانة الغاز، ممكن تكون بمتناول الطفل يروح يلعب فيها مثلا تؤدي الى تسرب غاز، ممكن تخنقه، ممكن اذا قرب منها نار تهب فيه وتحرقه. الوقاية من تلك الاخطار حوادث الغاز، اول شيء اختيار المكان المناسب والامن للاسطوانة، ويفضل ان يكون بعيدا عن مواقع الطبخ وجيد التهوية. اثنين، التأكد من التمديدات وسلامتها وعدم تعرضها للحرارة، يعني سلك الغاز مثلا ما يكونش قريب من النار او حرارة، حتى انه مثلا اذا ساح ممكن يسبب مشاكل حرائق او غيرها. ثلاثة، فحص المواقد والافران والتأكد من نظافتها وعدم انسداد منافذ الغاز، اذا كانت المنافذ مسكرة ممكن الواحد هو يعني يجي يشغلها فبيصير يتسرب غاز وهو مش منتبه له فممكن انه يهب فيه. عند تشغيل الموقد او الفرن يشعل اولا عود الثقاب ومن ثم يفتح الموقد. مش تفتح الغاز وكثير بيعملوها خاصة الشواي اذا ما كنا من تحت، وبروح بدور على الكبريت وبخلي العين مولعة ما بولعها الا هي صارت هب، او بتلاقيه ما هي بتطول بشكل عام برضه، ليش الشوايات بحطوهن جوا الانبوبة بتاعتها، بتلاقي المرة وين دبت راسها كمان حطته جوا الفرن، فبتلاقيها شو طلعت شعرها محروق وجهها رموش، هذا اخف ما فيها برضه، هاي الاخطاء اللي بتصير. لا ولع العودة وادخل جوا أو قرب مد إيدك لحالها. إغلاق مفاتيح مواقد الغاز وكذلك مصدر الغاز عند النوم وعند مغادرة المكان. حوادث الزيوت المشتعلة، طبعا للوقاية طبعا ممكن إنه أكثر سبب إلها إنه انشغال، الانشغال عنه، وضع الزيت على النار والانشغال عنه. للوقاية من ذلك عدم ترك الزيت على الموقد والانشغال عنه بعمل آخر. التنظيف الدائم لموقد الغاز من آثار الزيوت، طبعا الزيت بيشتعل في النار نعرف هذا الاشي. كيف ممكن تنصاب بالزيت الحروق؟ كيف بصير ممكن؟ إحدى الأخطاء اللي بصير برضو شيء تم دكتك لي جبني غسلتها طوالي من المجلة وروح داببها وتلاقيها وكربت هيك مشان نشوف الزيت مشان تزبط معك مزبوط معك مباشرة بالضبط. عند حدوث حريق في المطبخ ينبغي الحفاظ على هدوئنا والقيام بما يلي، أهم إشي الهدوء. فعند حدوث الحريق أول شيء أغلق مصدر الحرارة أول شيء، أو الاشتعال أو الغاز. يعني هون سرعة التصرف وحسن التصرف، شو صفات المسعف؟ هادئ راب الجاس يحسن التصرف. لا شو صار حريق شو اللي عملتيه؟
ويبدوا سواتوا بخنق بعض، ابعدوا كذا ويصيروا داشوا بعض والدنيا بلا. طيب حصل خير كذا، فورا على جرة الغاز. اذا مثلا بالنسبه لا انك اما زي ما قلت لكم هون فصلت المصدر خلاص، بعدين يعني اذا عالجت الرئيس تبدا تعالج بالثانوي، بس تترك الرئيس وتكمل بالثانوي ما مش هتطلع بنتيجه جيده. اثنين، استعمل غطاء قدر كبير لتغطية النار المشتعلة والحد من انتشارها، يعني ممكن بطانية. لا تحمل مقلات الزيت خارج المطبخ، يعني إذا اشتعلت ما بصير إن نطلع فيها برا المطبخ لأنه هناك أكسجين ورح تزيد النار. لا تستعمل الماء مطلقا لإطفاء حرائق الزيت والكهرباء أو الكهرباء. وإذا شبت النار داخل الفرن أغلق أولا مصدر الحرارة داخل الفرن، تغلق مصدر الحرارة والاشتعال والغاز واترك باب الفرن مغلق حتى ما إذا كان مفتوح طبعا بيطلع لبرا وبرا أكسجين وبنحرق المكان كله. الحروق التي تحدث بسبب السوائل الساخنة كالشاي والقهوة والحليب والزيت والماء من أكثر أنواع الحروق شيوعا، فينبغي أن ننتبه عندما نضع أوعية تحتوي على هذه السوائل على النار، يعني مثلا الكلاي لازم إيدها تكون لجوا مش لبرا حتى مثلا إذا طبينا فيها ما تحرقنا. ما عمروش حط كلاي واحد إيده لجوا نهائيا بما فيه كلنا، يعني إحنا ببيت مستحيل، إلا تلكون هاي العين تكون علي طوالي هون ماسكها. حوادث اللعب بأعواد الثقاب ومفاتيح الغاز، طبعا أطفال كثير بيلعبوا بأعواد الثقاب إذا كانت في متناول أيديهم. طبعا للوقاية من هذه الأشياء نستخدم القداحات الآمنة الخاصة بشعال الأفران، في هناك قداحات إلها مفتاح يعني صغير هيك يعني بأمنها حتى لو لعبوا فيها ما بتأذيهم. عدم التدخين، وفي حال عدم الامتناع ينبغي الحرص على إبقاء قداحة السجائر أو علبة الثقاب بعيدا عن متناول الأطفال. التخلص من الأثاث، طبعا هذه قفل الغرف التي يكون بها أثاث ولا تستخدم بصفة دائمة، يعني ممكن الطفل طبعا مش دائما بيكون تحت عينينا فممكن يحمل عود الثقاب يروح على غرفة ملانه أثاث، فلازم كل الغرف اللي فيها أثاث تقريبا تسكر حتى نخفف من حدة هاي الحوادث. قفل أنبوبة الغاز بعد كل استعمال حتى لا يحدث تسرب. وهذا الأيام أصبح نادر أنه هذا بضلني أفتحها وأسكرها، مظبوط؟ يعني أصبحت أنه نادر ما حد صار يسكرها. حوادث الأدوات الحادة، طبعا موجود في المطبخ سكاكين شوك أو كزاز مثلا. للوقاية من حوادث الإصابة بالأدوات الحادة، أول شيء الابتعاد قدر الإمكان عند استخدام مثل هذه الأدوات والألعاب الحادة، أهم شيء أن نبعد الأطفال عن هاي الأماكن قدر الإمكان. عدم ترك الأطفال يعبثون بأدوات المطبخ الحادة وإبعادها عن متناول أيديهم. تعليمهم طريقة الأكل السليمة بأدوات غير حادة، ممكن أدوات بلاستيك. منع الأطفال من مطاردة بعضهم البعض بين قطع الأثاث في الغرف، ممكن أنه يكون مثلا خزانة من زجاج، إذا مثلا صار شجار بينهم ممكن أنهم ينجرحوا بها. عدم السماح للأطفال بتناول أكلهم وشربهم في أواني وكاسات قابلة للكسر كالزجاج، كاسات بلاستيك يعني آمن. الاحتفاظ بالأدوات المدرسية كالأدوات الهندسية زي مثلا الفرجر، ممكن أن يكون أداة حاد لهم الفرجر. بترمش الشاشة مشان أنا بحكي لهم الشاشة بترمش. لا لأنه عينيهم متأثرهم. لا سوك لا مش إن شاء الله حاولوا ما تركزوا. حوادث السقوط، طبعا ممكن يسقطوا عن نافذة أو عن درج أو يزحلقوا بمي مثلا على الأرض. للوقاية منها، أول إشي عدم ترك الطاولات أو المقاعد بالقرب من النوافذ والشرفات. إذا لابد يعني نوجد مقاعد أو طاولات عند الشباك المفروض يكون في هناك حراسي أو على الشباك. يعني تعليم الصغار طرق الصعود والنزول السليمة، تحذيرهم من عواقب القفز، إنما يعني نحذرهم منها. بتلاقيه على الدراب زين، بدل ما ينزل الدراب شو على الدراب زين، سحسر السحسر مظبوط، بتلاقيه طابل على الجهة الثانية مظبوط. أنا وأنا صغير عملتها وكانت. وضع حواجز للأماكن التي يخشى من صعود الطفل إليها، طبعا مثل هيك حواجز.
وضع حواجز وموانع مناسبة على النوافذ والشرفات اللي هي الحراسة، تحديد موقع لتجميع ألعاب الأطفال حتى لا تصبح أداة لسقوط الآخرين، ممكن واحد يتعثر فيه. يعني ادخل غرفة أي طفل تلاقي ألعابه مبعثرة بكل الدار، حتى لو كانت دبابيس، حتى لو كانت كرات، حتى لو ممكن يزحلك بالكرة، بالقل، تتعركل بالعربة، تتعركل بالسيارة صغيرة، فقد تؤدي إنها تؤدي فيك إلى أنك تصاب. اختيار النوعية الجيدة من البلاط والسيراميك والتي بها بروز، يعني تكون خشنة شوية حتى ما تكون يعني مزحلقة. هسه صاروا يتفننوا طبعا بالسيراميك، هسه بتلاقي ناعم وكثير صارت حوادث، بتلاقي الواحد لو اجى نقطة مي عليه حتى بدون مي طبيته بزحلق. حتى هون اوقات انا بالجامعة لما بمنا امبارح رحت على مبنى المكتبة وانا بين القاعات الف، فعلا كنت زحلق، يعني جاريها برضو اكثر مما يجب، فصرت هيك الواحد كانوا بيمشي مش عارف كيف يعني، فدرجة الواحد كاد يقع. فدائما لازم انه يكون خشن. هسه بقول لك خشن لا بتعبني بالتكنيس وبجمع وسخ والى اخره. طبعا هاي حجج لانه يعني يتعب شوي طبعا هو اذا كنت نظيفيه وانت او يعني اهل البيت مش حيتعبك ولا شيء، تنظف كل يوم او تكنس مش حيجمع وسخ. اذا ترك اسبوع واسبوعين حتى لو انه السيراميك وملس ناعم نفس الشيء، ما حيتنكر وحيبهدلك نفس الشيء. لازم يكون من النوع اللي تحافظي فيه على صحتك اولى من المنظر. صح المنظر كويس وجميل، لكن اولا الصحه اولا وسلامتك اولا. البعد عن ترك الاطفال بمفردهم في دورات المياه والاماكن المرتفعه، مثلا ممكن سطح باب الحمام وراء وها تفتحه، ممكن يكون على السطح يكون عرضه له للسقوط. عدم ترك مواد سائله لزجه على ارضيات المنازل والحمامات، درج عليها مثل سوبرمان كيف بيطير. يعني للأسف حتى اللي بيعرضوهم بالتلفزيون، إذا التلفزيون برضه هو أحد وسائل الخطورة اللي موجودة عندنا بالبيوت، لدرجة أحد الأطفال لبس منديل أمه وطلع أسطوح بده يطير زي سوبرمان. أبوه جاي من الشغل بيقول له وين؟ قال له بده يطير سوبرمان. يعني شوف لحظات لو أبوه تأخر عنه لحظة، شوف طالع أسطوح بده يطير زي سوبرمان، لبس المنديل تاعه وحطه على كتفه وبده يطير زي سوبرمان. هسه مريم حدا عنده أي سؤال؟ أنا بقدر أعد لنا كم حادث للمنازل اللي حكيتهم أختكم؟ الأدوات الحادة هاي تسمم برضه جهاد؟ هيثم أكياس النايلون، الزوايا الحادة، أدوات المواد الكيماوية، الحموض. طب كيف تتواقع الدواء؟ الدواء ببعد عن متناول الأطفال. كيف؟ في مناطق عالية اللي ما يقدروش يصلونها. ايش اخرى؟ بعيدا عن الاغذية بنحطه. المواد الكيماوية، الغاز. كل مكان خاص بيه. ما نحفظوش بالاواني تاعتهم ولا الشرب. عضة الجلد قديش تاخذ اكسجين؟ اكثر ولا اقل؟ بطيء ولا سريع بتكون؟ السلام عليكم، انا اسمي مريم، تخصص كيمياء سنه رابعه. بدي اكمل لكم انواع الحوادث اللي بدت فيهم تسميم. هون بدنا نبلش بالتسمم بالاغذيه. هسه التسمم بحدث بالاغذيه بسبب ممكن انها تتعرض لشمس، او ممكن يكون ملوث بحشرات او مواد كيميائيه، ممكن كمان تكون خاصه مدتها يعني منتهيه صلاحيتها. ليش بحدث التسمم بالاغذيه؟ ليش؟ إما مكشوف أو انتهاء صلاحية، أو درجة حرارة، أو في أخطاء كثير بنعملها برضو غيره. اللحمة بنقيمها بالفريزر، ندوزها، اليوم ما جاش عبالي برد نرجعها، صح؟ نخزن السام مرة ثانية، هاي أكبر خطأ. خزن السام بصير مادة سامة. هسا في عندنا عدة طرق للوقاية من تسمم بالمواد الغذائية. أول شيء التأكد من صلاحية المواد الغذائية سواء الجاهزة أو التي تحضر في المنازل. أول شيء قبل ما نشتري أي مادة غذائية وخصوصا المعلبات لازم أطلع على تاريخ الصلاحية. بالنسبة للأطفال؟ بالنسبة للأطفال إني ما اشتريهاش أصلا. الأكياس اللي بيشتروها؟ لازم نتأكد بالضبط. إذا التاريخ يعني خاص للأطفال، بهمنا برضه بنركز شوي على الأطفال.
يعني كثير بكياس الشيبس والفروتي والبامبا والاشياء هاي فورا يعني زي ما قالت هون هيو. اهم شيء التاريخ الصلاحية، مو تاريخ الصلاحية يلا يلا ما هي كلها جواتها مواد حافظة وسامي بالاصل مزبوط، فكيف كمان تكمل عليه انه يكون كمان تاريخها منتهي؟ يلا مش مشكلة، ما هو له شهر منتهي. شو لا مش شهر، لو بالفعل انه له شهر منتهي ها ويبقى صالح كان هذا الشهر مددوه مزبوط، كان وزارة الصحة والرقابة الدوائية والغذائية مددته. اذا بما انه انتهى التاريخ اليوم يجب ان ينتهي ويكب. التخلص فورا من جميع الأغذية الفاسدة عند معرفة ذلك وعدم تركها في المنزل حتى لا يتناولها أشخاص لا يعرفون فسادها. ماني طبختها الظهر لسه لحقت تخرب المغرب، مش مشكلة ما هو الجو برد. طبخت مقلوب الظهر حطتها خلتها على الطاولة برا، تعت عشو الليل، طب ما هي كانت برا أو بتالي الليل هي على مثلا أسيب المثال يعني مش مقلوبة ها. طب لا ما هي مش مشكلة فيها شوية ريحة، لا بسيطة بجوز الجو حر شوي. إن هاي الأمور اللي برضو نرجع نقول إهمال الأب والأم برضو بتيجي هون. تجنب ترك الأكل مكشوفا حتى لا يتعرض للحشرات الضارة والعوامل الجوية، لأنه طبعا الأكل في مواد ممكن تتفاعل، ممكن يصير لها تحفيز فتتحول لسموم. غسل الخضروات والفواكه جيدا قبل تناولها، نعرف أن الفواكه والخضروات مرشوشة بمواد كيميائية بمبيدات حشرية وما أكثرها هذه الأيام. يعني فيش نوع دواء أصلا، هي ما عاد اسمها لا فاكهة ولا خضرة، هي مواد هرمونية كيماوية قدر من أكله. هسه هنا مثلا هنا في ننتبه لتاريخ الانتاج والانتهاء، وكمان هنا المواد الكيميائيه هو المكان اللي فيه مواد كيميائيه مش لازم ناكل فيه. مثلا عندنا مختبر الكيمياء ممنوع الاكل، ليش؟ مش بس الماده الكيميائيه بتختلط مع الاكل، الابخر اللي بتصدر عنها كمان بتجعل الاكل. في حوادث تسمم كمان بمواد مثل المبيدات، مواد التنظيف اللي ممكن تحدث عن طريق عدة أشياء. أول شيء تناول طعام أو شراب ملوث بالمبيد أو المنظف زي ما حكيت قبل شوي. تناول طعام أو شراب محضر أو محفوظ في أوعية مبيدات فارغة. تناول وتداول طعام بأيدي ملوثة. يعني مثلا وين أكثر؟ تفضل. يعني مثلا ممكن عبوات فارغة إحنا نحين عليها نحط فيها أكل مع إنه هذا نلحها خلاص غسلناها إحنا نضغط. مضبوط مش هيك المبررات؟ طب بأيدي الملوثة وين أكثر شيء بنخاف؟ لا بشكل عام وين؟ أطباء. لا يعني تناول أطباء بيشتروش المطاعم. لا بس بأكلش بغسل وين؟ إيديهم. وين؟ مستشفيات وين؟ المطاعم الأدية التناول لما يكون في عندك الماس المجموعة كبير يعني الكافيتيريا المطاعم المستشفيات مضبوط؟ هون هاي بده يكون في عليها تركيز اكثر، وضروري انه يكون في لجنه مراقبه صحيه والسلامه والامن الغذائي يكون متابع هالامور كثير، لانه كثير حوادث تسمم اللي بتصير المطاعم نفس الشيء. قد يكون مثلا واحد تاعهم طبعا مع احترامنا لكل المهن واحد عنده بكل شويه حمص من الظهر، طب بخليهن لليل، طب الليل ما برد احطهن لبكره اذا ضل شوي منهن، بتلاقي ثاني يوم اخذتهن حطيت بها السندويشه بديت تراجع وبدا عندك سهلوه ودخلت في مرحله تسمم. يعني هي شوية الحمص هاي اللي خباها صاحب المطعم جوز 3 شيكل 5 شيكل حقها، لكن تخيل انه اذا 4 5 سمموا شو بده ينتج عنها اله هو بده يروح زوره بده ومتابعتها، اضافة شو صار بالاشخاص نفسهم وقد تؤدي لوفاة ويدخل في متاهات. فهي كلها امور قد تنتج عن تناول بالايدي الملوثة او تناول الاطعمة الفاسدة اللي كانت موجودة. في اجراءات للتسمم ب كل فيش واحد بكون عن حاله وسخ، لا انا نظيف، يعني فيش واحد بقول لك انا غلط وتجاكر بيجي خلص كانك انت الصح. لا من الاصول تطلع تغسل ايديك، روح الحمام غسل ايديك، في مي وصابونه موجوده وما اكثرها. الله يعين اللي كانوا زمان يروح على العين يحملوا حجره هالمي على راسها الوحده تمشي فيها 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو، يعني ممكن ايامها كانوا قد تجد برر معنا مش برر، لكن احنا بدل حنفية 10 بدل نوع الصابون 100 بدل التايد في مليون مشتق واخر والمناشف الورق ومناشف البلاشكير مليون اشي وشي، وبتلاقي لا انا نظيف، حدا شايفني؟ الله شايفك، انت شايف نفسك. هسه اجراءات الوقاية من الاصابة بالحوادث المبيدات والمواد الكيميائية والمنظفات بشكل عام، اول اشي بتحفظ المبيدات ومواد التنظيف في اماكن مغلقة جيدة التهوية وبعيدة عن مصادر الرطوبة والحرارة واللهب المباشر وبعيدة عن متناول أيدي الأطفال. ليش بدي أحطها بجيدة التهوية وبعيدة عن الرطوبة؟ بعض العبوات بتكون بلاستيك
من الحديد ممكن تتفاعل تتآكل فالمواد تطلع منها. كمان بعيدة عن اللهب بعض المواد بتكون مشتعلة. كان كثير زمان تكون الأواني الطبخ برضو من نحاس، ونحاس بتلاقيه بزنجر وبصير مادة خضراء وتلاقيه قد إنه يحدث عنه. هالأيام طبعا تطوروا وما عاد فيه، بس كان ممكن يكون. نعم. تلافي وضع هذه المواد عند الاستخدام في أواني الأكل والشرب حتى ما يصيرش التباس عند الواحد، إنه مثلا ممكن يشرب إشي فكره عصير يطلع كاز أو إشي ثاني. ارتداء ملابس الواقية عند استخدام أو تداول هذه المواد، لأنه ممكن إذا أجى على جسم الواحد يصاب بتسمم الجلد مثلا. طرق التسمم ممكن عن طريق الجلد، ممكن استنشقه فقد إنه أدي إلى أنه يصاب. نعم. عدم دخول المناطق المرشوشة بالمبيدات إلا بعد فترات الأمان اللازمة. يكون محطوط على علبة إنه هذا مثلا مرشوش الخيار، هذا ممنوع إنك تأكل عليه منه قبل 4 أيام. لا، مش بلقطه بكرة وبنزله على السوق. هم كاتب لك إنه بعد 4 أيام بتنتهي المادة السامة تاعته. لا، بدي لحق السوق. اليوم الخيار ب40 شيكل أو 100 شيكل بوكسي، بكرة بتصير ب5. إذا أنا نفع المادة إذا بدي أستنى تتروح فعاليته، ولا لا إني أروح وأبيع وأكسب، ومش مشكلة اللي يصير للناس يصير. المنظفات الصابونية الكاوية والمزيلة للبقع مثل الأتروني أو الأتروني، مش منظفات للبقع للدهون بيستخدموها، مستخدمة كمطهرات مثل مية النار أو الكلور، يجب استخدامها بالطريقة الصحيحة مع مراعاة عدم وصولها للعين والأنف والفم، لأنه ممكن تعمل حساسية عند الواحد أو ممكن التهابات تقرحات. عدم خلط هذه المواد مع بعضها البعض حتى لا تتفاعل وتسبب انفجار مثل مية النار والكلور، بصيرش نحط مع بعض لأنه بيطلع عنها غازات ممكن تؤدي للوفاة. هون لو تلاحظوا هذا العامل، أول إشي مش منتبه للزراعة بيطلع على الناس اللي هون، وثاني إشي اللي هي هون بيرش على إجره، يعني على رح يسبب بتسمم بالجلد. وكمان غير هيك مش مرتد الملابس الواقية. هسه التسمم، هسه التسمم بالأدوية. كثير إحنا حكينا قبل شوي عن الأطفال إنه أي شيء بلاقي قدامه بده يجربه. أغلب غرف الطوارئ بالمستشفيات حالات التسمم بالأدوية، وخصوصا الأطفال مراحل ما بين السنة الأولى والسنة الرابعة. ليش؟ حكينا عدم الرعاية المنزلية اللي هي إهمال الأبوين، أو تناول مثلا ممكن يتناول جرعة زائدة أو أدوية منتهية الصلاحية. هي مش شرط عند الأطفال، حتى عند الكبار ممكن يتناولوا أدوية منتهية الصلاحية. الطفل في مقتبل عمره مش مدرك إنه هذا غلط، بيعرف كل شيء حلو ملبس طوفي، أي شيء حلو بهالعلبة محطوط، فأي شيء بده يأكله تلاقي طوال على تمه. فهون بكون هون التركيز عليك يا طفل، إنه بصيرش إنك أنت برضو تهيئ له الظروف اللازمة والملائمة على أساس إنه يتسمم، أنت قاعد بتساعده. عشان أتوقع هاي المخاطر، وضع كافة الأدوية في المنزل في أماكن يصعب وصول الطفل إليها، وعدم حفظ الأدوية في أماكن حارة. ليش أماكن حارة؟ حكينا إنها بتتفاعل، تتفاعل أصلاً لازم بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء ممكن أستعملها إذا كانت محفوظة بشكل جيد، أما إذا كانت مش محفوظة بشكل جيد بيخفض من عمرها وفعاليتها، بتتحول لمادة سامة. يعني لا يتم تشبيه الأدوية بالحلوى حتى لا يعتقد الأطفال أن الأدوية علاج حلو الطعم ومسموح به. كيف؟ يعني هسه هاي الأيام بيستخدم في ملبس بيعملوه زي الأدوية، فبيعتقدوا إنه أي شيء زي هذا الملبس إنه ملبس وطعم. إتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية والتي لم يعد هناك الحاجة إليها، حتى ما حداش يستخدمها لو بيعرفش إنها منتهية الصلاحية. يمكن كبار السن أميين بيعرفوش إنها هي منتهية الصلاحية، لازم إحنا نتخلص منها. هسا حوادث التدخين، طبعا التدخين إحنا لازم نبعد عنه، وبده موضوع لحاله لازم نتجنبه. بس لو المبتلى بهاي الآفة شو لازم يعمل؟ يتأكد من إطفاء السجائر تماما بعد الانتهاء منها. حتى أول إشي مش بس ممكن تعمل حوادث، ممكن الطفل ياخذها ويدخن زيه، او ممكن يتحرق غيره. تجنب التدخين في غرف النوم لانه تصدر غازات. لا ما تدخنش. طب ليش تدخن؟ لا تنهى عن كلكم وتاتي مثله. حتى المدخن ما هسه بالغرف هاي بيأثر على
بالضبط المدخنين سلبا اكثر تضرر من المدخنين ايجابا. مدخن سلبي بصير نفخ قديش بتوصل مشان الدرك اكبر عدد ممكن. اصلا بس حتى هذه الجامعه حطينا انه تعميم انه فيش تدخين في المكاتب، زاد التدخين في المكاتب. فيش قرار بمنع او فيش متابعه، كان في قرار بس لم يكن هناك متابعه بمنع التدخين في الكوريدورات. بدك تدخن اطلع برا، حتى المره اللي جوز بدك تدخن اطلع برا، روح اطلع برد شمس هواء اللي هو تلت في حلت بحروح، بس بديش تضر اولادي وتضرني انا. هم بيعتبروها آفة ونوضع مبتل فيها وبيبلي غيره فيها كمان. وضع أعقاب السجائر في الأماكن المخصصة لها، عدم قذف السجائر من النوافذ لأنها ربما تسقط على أشياء قابلة للاشتعال. حتى بالسيارة وانت ماشي بترميها بتلاقي جت على السيارة اللي وراك، وهو شايف انت في وراك سيارة بتلاقي رمى السيجارة عليك. أو بالحدائق العامة كمان ممكن تسبب كم حريق صار بسبب، حتى بالبيت وبالحدائق ونتيجة السيجارة وبالغابات. بالغبطة حتى الحشائش مظبوط. تفضلي. عدم ترك قداحة السجائر وعلبة الثقاب في متناول الأطفال اللي شرحناها قبل. هسه حوادث الكهرباء، ما أخطر حوادث الكهرباء يعني بجميع أشكالها، يعني أطفال خصوصا الأباريز إذا كانت منخفضة ممكن يوصلها بسهولة، إما إنه ينزع هذا بسرعة بيكون سهل النزع إله، او مثلا ممكن يدخل مسمار او اي شيء حاد بيدخله هنا فبتكهرب فيه. هالايام خفت صاروا يستعملوا الابريز اللي بيكون لها غطاء ولازم كبسي كمان تدخل بجوز تعمل كهرباء ادرى من قبل الامور هاي، بس هاي الابريز القديم ممكن انه يحط مسمار ممكن هيو او المكوى او السلك او اي شيء راح حاطه، ممكن السلك مكشوف او هو نفسه مسكه من ايده وحطه فقد يؤدي الى انه راح لا سمح الله يفقد طفله نتيجه الخطا هذا. فيجب التعامل مع الكهرباء بحذر شديد، وكمان نوعي الاطفال من هم صغار عشان يتعلموا لحد ما يكبروا انه هاي الكهرباء فيها خطر عليهم. كيف اني انا اشوف الاجراءات تبعت الوقايه منها؟ رفع توصيلات الكهربائيه والاجهزه عن متناول الاطفال قدر الامكان، نبعدها يعني تكون اعلى من طولهم. حذر الدائم من اقتراب الاطفال من التوصيلات الكهربائيه عند استخدامها، يعني مثلا ابعد الطفل عن عند استخدام المكوى او طنجره الكهرباء بالذات او اشياء زي هاي عشان ما يزيدش الامر سوء. التاكد دوما من صلاحيه الاسلاك الكهربائيه ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، مش استعمل اسلاك مثلا نوعيتها رخيصه تكون تالف ستوك يعني خربانه. عدم تحميل التوصيلات اكثر من طاقتها. وضع الأجهزة الكهربائية على حاملات ثابتة خشية من سقوطها على الأطفال عند سحبها، خصوصا هاي المكوى أجهزة الكهربائية مثل المكوى ممكن يكون هنا بيكون خطرين، ممكن يتكهرب وممكن كمان ينحرق. تعود الأبناء على التعامل الأمثل عند استخدام الأجهزة الكهربائية واتباع الإرشادات الخاصة بها. تجنب تشغيل الأجهزة على الأرضيات المبللة، يفضل دائما لبس الأحذية لمنع حدوث الصدمات الكهربائية، يعني لما خصوصا إذا واحدة كانت بتغسل أو بتتعامل مع شيء مع كهرباء ومي، المي ما هي بتساعد على توصيل الكهرباء، بتوصل الكهرباء فبتكهرب بزيادة، أو في مثلا أسلاك مكشوفة أو أشياء تانية. الابتعاد عن الأسلاك المكشوفة في أي مكان وعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية خاصة وقت الأمطار، يعني في كثير أولاد شباب هيك أو صغار مراهقين بدهم يشوفوا حالهم مثلا بيطلعوا على الأعمدة الكهربائية عشان أرجع شطارة قدام البلاد. صيانة الأجهزة الكهربائية والكشف عليها دائما والتأكد من صلاحية الاستخدام. فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المستخدمة فورا عند الانتهاء منها، ورجعها مكانها كمان عشان الأطفال ما تكونش بمتناول أيديهم. البعد عن ملامس الأجهزة الكهربائية بأيدي مبتلة، لأن حكينا إن المي بتساعد على توصيل الكهرباء. كم واحدة ضايلة كثير؟ سيد الغرق يمكن. حوادث الغرق. الغرق طبعاً نحنا بنعرف أن أسباب الغرق كثير، ممكن أحواض الاستحمام، ممكن إنه يبل يعبي طشط يقعد فيه أو أي إشي ممكن يسبب له غرق، أو مستنقعات أو برك في المنزل. والحماية يجب عدم ترك الطفل في حوض المياه بمفرده. تعليم الطفل أثناء الاستحمام العادات السليمة وتوضيح أهمية السلامة من مخاطر الغرق، يعني نوعيه صغير حتى يتعود لتنو يكبر.
عدم انشغال الوالدين عن أبنائهم أثناء الاستحمام خصوصا إذا كانوا صغار في السن، إبعاد كافة الأطباق البلاستيكية والأحواض التي يمكن أن تتجمع بها المياه على الأطفال، لأنه هم ممكن يأخذوها ويعبوها مي ويغرقوا فيها. التأكد دائما من فتحات خزانات المياه بالمنازل أنها تكون مغلقة، توضع عليها أقفال حتى لا تفتح عبثا، ممكن يفتحها محتاج ننتبه له. ملاحظة الأطفال خارج منازلهم عند وجود عمائر مجاورة تحت الإنشاء، لأنه بدهم مثلا بدهم يصبوا بطون أو إشي بحتاجوا إلى مي ممكن يتعرض لغرق، ومش ممكن ما يغرقش بس بمي، أي سوائل تانية. منع الأطفال من السباحة في الآبار المكشوفة والمستنقعات والتي قد تكون ذات حواف طينية وعشبية، كمان هنا مش بس غرق، ممكن يتعرض لتزحلق أو أي إشي تاني، أو تسمم مثلا، ممكن هنا مجمعات للسموم والجراثيم. هنا الإجراءات ووسائل السلامة مطلوبة في المنزل بشكل عام: توفير طفاية حريق مناسبة مع مراعاة أن تكون في مكان بارز ولكن بعيد عن متناول أيدي الأطفال، وعمل الصيانة الدورية لها. تركيب أجهزة كشف الدخان في المطبخ بشكل خاص، لأنه المطبخ أكثر مكان في حوادث، والممرات، والعمل على صيانتها واستبدالها عند اللزوم، وتدريب أفراد الأسرة على التجمع في نقطة معينة عند سماع الجرس، يعني بيعودوهم زي ما احنا كنا ندرب بالمدارس على حوادث الزلزال وغيرها، انه يتعودوا قبل ما يصير الحادث. توفير حقيبة اسعافات اولية مع مراعاة وضعها بعيدا عن متناول الاطفال، لانه ممكن يكون فيها مقصات او اي شيء ثاني، ويؤمن بها بعض الادوية والمستلزمات الطبية الضرورية. تحديد مخارج للطوارئ واماكن تجمع افراد الاسرة عند خروج عند حدوث الحريق، يعني انا بدي ادلهم على اكثر مكان امن يخرج منه عند حدوث أي طارئ. تدريب على كيفية التعامل مع الحوادث عند وقوعها والتصرف بها بهدوء بهدوء، يعني مثلا يعلموهم كيف يتصرفوا، ما يفزعوش ويخرجوا بسرعة. أو مثلا إذا كان الطفل كبير شوي وانحسر لحاله، ممكن أعلمه أنه الحريق بطفيه مثلا بطانية بس، وأعلمه مثلا ما تحطش عليه مي، لأنه يعني هيك بجوز تكون عنده معلومات خطأ هو. ومحاولة مساعدة الأطفال وإخراجهم إلى مكان آمن. ضرورة تعليم الأسرة بهاتف الدفاع المدني اللي هي 102 والإسعاف 101 عند حدوث أي طارئ لا سمح الله. شكرا. شكرا لك.